يخص الفنان لطفي بوشناق. دونك توضيح من إذاعة راديو ميد فيما يخص الفنان لطفي بوشناق، وين تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا إشاعة تقول أنه مساند المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، واللي الكلام هذايا اتقال في راديو ميد. أوكي ما تقالش الكلام هذايا، راديو ميد ما استضافتش الفنان لطفي بوشناق مؤخرا بتاتا، ولم يتم التصريح هذايا في راديو ميد بتاتا، والفنان ما عنده حتى علاقة بالأمور هذية اللي قاعدة تتقال والإشاعات هذية اللي قاعدة تتقال. دونك التصريح هذية غلط، ما فهمش منه وما تقالش في راديو ميد. حبينا نوضح للرأي العام أنه المواضيع هذية والفترة هذية راهي حساسة، ينجم يقول وفلان ينجم يقول وفلان ينجم يقول، ما نصدقوش كل شيء، ما نقراوش كل شيء كيف ما هو، نحاول نثبته من مصدر المعلومة. دونك نحن نستغرب ونستنكر اللي صار هذية. الفنان لطفي بوشناق كما قلنا ما صرحش التصريح هذية، وما قالش انه مساند عبد الفتاح امور، والكلام هذايا الكل غلط. دونك فوالا كان هذا توضيح، حبينا نوضحوا الكلام اللي تقال والكلام اللي قاعد يدور انه الفنان لطفي بوشناق مساند لعبد الفتاح مورو. الكلام هذايا راهو غلط وما تقالش على راديو ميد. حبينا نوضحوا للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. سينا معكم نحن للستة نتاع العشيه.